بهذه الصافرة سجل الستار على مباريات تصفية بطولة كأس رئيس الجمهورية لكرة الطائرة بمحافظة لحج، والذي خطف فيه نادي طلاق الوغد الكأس عندما تغلب على نادي الشرارة بثلاثة أشواط مقابل واحد وسط أجواء حماسية شهدتها الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الحوطة. اليوم نختتم تصفيات بطولة كأس رئيس الجمهورية في محافظة لحج، شاركت ثمان فرق. نحن على مستوى الجمهورية عندنا 85 نادي مشارك، أكثر من 1200 شاب يشاركوا بهذه البطولة. عودة هذه اللعبة إلى الميدان بعد قطيعة دامت ما يزيد على 4 أعوام، وهي بحد ذاتها تمثل بداية لانطلاقة العديد من الأنشطة الرياضية خلال الأيام القادمة بحسب وعد المسؤولون في الاتحاد العام لكرة الطائرة. طبعا فترة طويلة، نحن قمنا بطولة أحمد سيف تقريبا قبل سنة، لكن 4 سنين ما فيش كرة طائرة. إعادة الروح الرياضية تعيده إلى الواجهات من جديد، كما يجري من خلالها تأكيد مكتب وزارة الشباب والرياضة ووقوفها مع الشباب وإنعاش الأندية في المحافظات. وهذه يعني لفتة كريمة جدا من راعي هذه البطولة الأستاذ نايف البكري، ونحن دائما وأبدا نتمنى أن يكون النشاط مستمر وتكون هناك استراتيجية متكاملة لكافة الألعاب حتى نعطي فرصة لشبابنا بإظهار إمكاناتهم وقدراتهم وعطاءاتهم في مجمل الأنشطة الرياضية. بتتويج نادي الإطلاق بطلا لأندية محافظة لحج لكرة الطائرة وعلى وجه الخصوص لبطولة كأس رئيس الجمهورية، بات يحمل الطموحات ليس آمال مشجعي مدينة الوهط فحسب، بل وجمهور محافظة لحج عامة في بطولة أبطال المحافظات المزمع إقامتها في العاصمة المؤقتة عدن بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.